اهلا بيكو في الفيديو الثالث عن الـ Demonstrations as Instructional Methods. الحقيقة في الفيديو هات اللي فاتت احنا عملنا مقدمة سريعة عن Demonstration، وبعدين اهم فيديو الفيديو اللي فات على طول من ناحية ان هو اللي بيقول لنا ايه الخطوات اللي بنعملها عشان الـ Demonstration Method تبقى effective وتكون تساعد بأقصى قدر ممكن في العملية التعليمية. الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إيه خصائص الديمونستريشن، إيه الحاجات اللي بتتميز بيها عن غيرها. أول حاجة الحقيقة طبعا ممكن نتكلم فيها هي إن الديمونستريشنز لازم تكون بسيطة علشان المتدرب يقدر يفهم إيه اللي بيجرى. انت عشان تعمل ديمونستريشن وتكون واضحه لازم بتختار عمليات ما فيهاش صعوبه، مش متركبه على بعضها كتير، واذا كانت هتعتمد على قدرات سابقه سكيلز او ابيليتيز عند المتدرب لازم تكون الاول متاكد ان المتدرب عنده الابيليتيز دي اوريدي جاهزه وتكون يقدر يستخدمها او يقدر يعملها بشكل فعال، وتقوم تبني عليها الديمونستريشن الجديده. فهنا من اهم الخصائص ان هي لازم تبقى بسيطه، ما تبقاش فيها عمق كبير، لان العمق الكبير ده هيخلي الناس اللي لسه بتتعلم حاجه جديد مش هتقدر تدرك ايه اللي بيجرى كويس. يجي بعد كده ان في الديمونستريشن المفروض ان انا بهتم بكل واحد من الترينيز او الستودنتس بتوعي بشكل كافي. ليه؟ لان المفروض انا بعمل حاجه عايزهم يعملوا زيها، وعشان يعمل زيها لازم كل واحد فيهم من اللي هيعمل يكون عارف كويس ايه اللي بيتعمل وايه الخطوات وسمعه وشافه. وده واحد يمكن من الحاجات اللي بتشكل صعوبة في عملية الديمونستريشنز لو ان العدد كبير زي ما هنيجي نتكلم بعد كده في الديسادفانتجز. لكن على قد العدد اللي موجود على قد الامكانيات اللي موجودة المفروض ان كل واحد من المتدربين تتأكد انه سامع شايف ومنتبه للي انت بتعمله. الحاجة المهمة برضو لازم تكون متوفرة في الديمونستريشن ان الخطوات اللي انت هتعملها والمطلوب منها او الاوتكمز المتوقعة من العملية التعليمية اللي هتتقدم من خلال الديمونستريشن تكون واضحة جدا بالنسبة لك. طبعا ده له اكتر من فايدة، واحد منها الاسسمنت، اوكي، يمكن دي اقل فايدة تهمني دلوقتي. لكن مجرد ان انت الاوبجكتيفز تبقى واضحه بتاعه الديمونستريشن هتخليك انت تقدر تركز على الحاجات اللي انت لازم تقولها في الديمونستريشن، تركز عليها اكتر وتامفسايز اكتر في الكلام بتاعك وفي الديمونستريشن بتاعتك ايه الحاجات اللي هتقولها. لو الاوبجكتيفز دي مش واضحه بالنسبه لك مش هتعرف تعمل ديمونستريشن كويس. على الجانب الاخر الديمونستريشن الاوبجكتيفز والجوز بتاعتها تبقى واضحه للتريني، واضحه للستودنت برضو. ليه؟ لما انت توضح تقول له احنا المفروض by the end of this demonstration المفروض ان انت تبقى تعرف كذا وكذا وكذا او تعرف تعمل كذا وكذا وكذا، يبقى هو وهو بينصت ليك او بيتابعك او بيتفرج عليك هو المفروض انه يكون ينتبه اكتر للحاجات اللي انت قلت له عليها. انت المفروض في الاخر هتعرف تفك الكاوتش، فلما تيجي تتكلم عن فك الكاوتش هو هينتبه عن ينتبه ليه ازاي انت بتفك الكاوتش بتاع العربيه، ازاي بتخلط المواد الكيماويه على بعض، ازاي بتشغل المخرطه او بتلبس الجوجلز وسائل الامان بتاعه التعامل مع المعدات المختلفه وهكذا. فلازم الاوبجكتيفز دي تكون واضحه للطرفين ليك ولي. اخيرا لازم بقى تعمل ويل بلاننج، او مش اخيرا يعني، بس محتاج تعمل ويل بلاننج للديمونستريشن في الخطوات. هنعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا. لازم تكون عارف ايه انهي خطوه هتسلم انهي خطوه، علشان مش المفروض في الديمونستريشن ان انت تتلخبط. طبعا وارد ان انت تتلخبط، انا هنا مش بقول ان anybody will be perfect. اللي انا بقوله ان انت حط في اعتبارك دايما
ان انت لما بتتلخبط في الديمونستريشن قدام المتدرب، للاسف ان ممكن يبقى في مجموعه منهم او نسبه منهم مش قليله تشوف اللخبطه وما تاخدش بالها من التصحيح، او in other words اللي هيحصل ان هو هيتعلم غلط ومش هيتعلم التصحيح اللي انت صححته وان كنت صححته في الديمونستريشن نفسها. فخلي بالك هنا، البلاننج الكويس هيساعدك على ان انت تقلل فرصة ان انت تتلخبط في الحاجة اللي انت بتعملها، وبالتالي وده الاهم انه يقلل من فرصة ان واحد من المتدربين يتعلم حاجة غلط او يتعلم الحاجة كان مش المفروض ان هو يعملها. من الحاجات اللي هتساعدك بالتالي هو ان انت تعمل ريهرسل، تعمل ريهرسل كويس، تعمل ريهرسل مع نفسك، تعمل ريهرسل قدام حد، تعمل ريهرسل قدام مجموعة من زمايلك. الريهرسلز دايما بتساعد على ان الحاجه تطلع كويس، زي ما اتكلمنا في الليكتشرنج، الريهرسل بيساعدك علشان تقدم ليكتشر كويسه، كذلك في الديمونستريشن لو قدرت تعمل ريهرسل، مش لو قدرت، لازم تعمل ريهرسل. هقول لكم على حاجه بسيطه من ضمن الديمونستريشنز، انك لو بتقدم ماده نظريه او حاجه زي الرياضه مثلا، الديمونستريشن بتاعك بيبقى ايه؟ ان انت بتحل مساله على السبوره. اوكي، الاكزامبلز اللي بنعملها في المحاضرات ما هي الا نوع من انواع الديمونستريشن، وان كان الباسيف سايد منها اللي هو انت بتقدم فيه ممكن بعد كده يقوموا يشتغلوا يبقى الديمونستريشن بيكمل، او المهم ان انت قبل ما تبتدي اكزامبل، قبل ما تبتدي تحل اكزامبل على السبوره قدام الطلبه، لازم انت تكون حل لوحدك قبل كده ومتاكد من الخطوات ومتاكد ان انت هتطلع النتيجه صح، عشان ما تعملش خطوة مش متوقعة في المحاضرة بتاعتك وبالتالي يتعلموا. وده برضو الريهرسل اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الخصائص المفروض تكون متوفرة في الديمونستريشن، الحاجات اللي المفروض تعملها، الحاجات المفروض تاخد بالك منها وانت بتجهز الديمونستريشن. في المحاضرة الجاية ان شاء الله او في الفيديو الجاي هنبتدي نتكلم عن الادفانتجز بتاعة الديمونستريشن، ايه اللي بيميزها عن غيرها وايه اللي بيخليها مفيدة للمتدربين، والمدرب على فكرة كمان بيستفيد من الديمونستريشن جدا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان نتكلم عن الادفانتج.